الله ولا غدا مجموعين مع الجمهور، واي واحد يدير نيه ويقول ان شاء الله غيتقاتلوا الدراري والكره غتدخل غنربحوا ان شاء الله. dans son équipe entre guillemets tout en étant relié. Voilà, on est venu avec Nia. Ça c'est le plus important. On a travaillé sérieusement avec le Voilà, on est venu avec Nia. Voilà, on est venu avec Nia. بغيت نسلم على الوالده، شوف كلشي مرضات الوالدين والله. اكيد. شوف تهلاو الوالده ديالكم والوالدين ديالكم وديروا النية، تهلاو في الناس، ديروا الخير والله ما يخيبكمش. Coach, encore une fois, la maman était présente, toute la famille. Ouais. Un soutien vraiment qui a été de bon augure dans ce tournoi-là. Ouais, alhamdoulilah, même il y avait les mamans de tous les joueurs. Voilà, on connaît que nos Waldin, c'est Baraka, c'est Daoud Akhir. Alhamdoulilah, ça fait plaisir, même les joueurs, ils ont eu leurs parents qui sont venus, nos parents, à tout le staff. نعم متابعينا الكرام، كيف ما استمعتوا ومن هنا غادي يدوز واحد 3 سنين ولا 4 سنين ولا 5 سنين، غادي يجي عندنا بوصبع وغادي يقول لك المدرب الجزائري الفقروري الكارغولي، سكان حضارة الجزائر هما اللي اخترعوا هذه القضية ديال النية، هما اللي جابوا هذه القضية ديال النية والوالدين في الملعب والبركة للوالدين. كيف ما كتشوفوا متابعينا الكرام، راه قلتها لكم من الاول، دائما كنقول لكم هذه القضية هاد الفقاقير، هاد سكان حضيرة الجزائر كيخدموا بداك المنطق ديال يخ منه وعيني فيه، ما كيحملوش المغاربة، ما كيحملوش المغرب، لكن باغين يعيشوا حياة المغاربة، لأنهم لا هوية لهم ولا أصل لهم ولا شيء لهم، وكيشوفوا على أن المغرب والمغاربة عايشين في التاريخ، عايشين في الثقافة، عايشين في الأصل، عايشين في الأمة، عايشين في الدولة والأمة والشعب بما تحمل الكلمة من معنى، لا في الرياضة، لا في السياسة، لا في الاقتصاد، لا في الثقافة، لا في التاريخ، في جميع المجالات. وبالتالي المحاولات البائسة واليائسة اللي كيحاولوا يديروا هاد الناس باش أنهم يخنشلوا كل ما يتعلق بالمغرب، هو يكشف لنا متابعينا الكرام بما لا يدع أي مجال للشكل على أن هاد الناس فاقدين للهوية. فكيف ما شفتوا متابعينا الكرام، هذا المدرب ديال المنتخب الجزائري المحلي يحاول تقليد الركراكي بطريقة يعني بجودة رديئة جدا، بطريقة بائسة، يعني جيبوا شي حاجة أصلية من عندكم، واش ما عندكم والو، ضروري تقلدونا حنا، ضروري تقلدوا المغاربة، ضروري تقلدوا أمباء. دابا المشكل ماشي أنهم كيقلدونا فقط، يقلدون ويحاولون الادعاء على ان داكشي ديالهم، بل اكثر من ذلك يقلدوننا وكيسبونا في الملعب. شوفوا السكيزوفرينيا العجيبه كيفاش دايره. انت باغي تعيش حياه المغربي ولكن كتسب المغربي. راكم شفتوا يعني الهتافات الحيوانيه ديال الجمهور الجزائري في افتتاح الشان وما بعد افتتاح الشان. يعني انتم كتكرهونا، تكرهونا المغاربه، تكرهونا الدوله المغربيه، تكرهونا كل ما يتعلق بالمغرب، لكن تريدون عيش حياه المغاربه، تريدون الاستيلاء على الثقافه ديال المغاربه، بغيتوا تاخذوا الزليج ما قدرتوش، بغيتوا تاخذوا كذا ما قدرتوش، بغيتوا تاخذوا ما عرفت شنو ما قدرتوش. علاش؟ الجواب بسيط، ما عندكمش هويه، ما عندكمش ثقافه، ما عندكمش تاريخ، ما عندكمش اصل، لانكم اصلا صنيعه الاستعمار الفرنسي. وفاقد الهوية هو اللي كيدير هاد التصرفات متابعينا الكرام. لكن في ختام هذا الفيديو بغيت نقول لكم واحد المسألة مهمة جدا، الأصل دائما غادي يبقى أصل، والتقليد واخا يعيا ما يحاول ما عمره ما غادي يرجع أوريجينال، ما عمره ما غادي يرجع أصل. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.